السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في دورة تعلم الـ HTML والـ CSS. غادي نشوفوا إن شاء الله بإذن الله لي كونتور أون CSS. دونك تو سامبلومون لي كونتور هما واحد لي زيليمون كيكونوا يعني محاطين بالبوردور تو سامبلومون. دونك كيفاش نقدروا نصوبوا دي كونتور؟ دونك لي كونتور هما كيتسموا بالأون CSS لي أوتلاين. دونك عندنا بزاف ديال لي بروبريتي. من هاد لي بروبريتي غادي نشوفو تو سامبلومون لي اوتلاين ستايل ولي اوتلاين كولور والويت والاوفست والاوتلاين. دونك نبداو ان اكزامبل. دونك تو سامبلومون شفنا قبل يعني لي بوردور تو سامبلومون سي لا ميم شوز، غير الاوتلاين عندو سانتاكس ديالو ديفيرونت. دونك غناخدو مثلا هاد البي ان، دونك غناخدو هاد لو بي ان. الوغ Voilà, donc tout simplement. Alors, tout simplement. غادي نابليكي الاوتلاين. دونك اوت لاين ستيل او بيان ستايل، دونك سي دوتيد. الوغ غادي نشوفو شنو غادي يعطينا. دونك تو سامبلومون لاحظتو يعني كيف البوردور، الا جيت هنا وعاوتاني درت لي ستايل ديالو داشد يعني غادي يكونوا دي داش. غادي نشوفو عاوتاني سوليد، غتكون سوليد يعني واحد الخط دايز. الا كان دوبل تو سامبلومون غادي يكونوا دي دوبل. الا كان غروف يعني غروف، فوالا. دونك تو سامبلومون غادي يكون حتى هو سوليد. عندنا ريدج يعني كاع لي بروبريتي اللي شفنا على لي بوردور. دونك تو سامبلومون سي لا ميم شوز، اوتلاين بحال بحال لي بوردور. دونك ننتقلوا ان شاء الله للارجور دو كونتور. دونك كيفاش نقدر نصوب لارجور دو كونتور؟ دور تو سامبلومون كنستعمل اش الاوت الاوتلاين ويت اوتلاين ويت. باغ اكزومبل غنعطيه هنايا تين. شوف لاحظوا معايا كاينين دي فالور خاصين بهاد الاوتلاين، مثلا تين. دونك تو سامبلومون غنشوفو باغ اكزومبل الاوتلاين ميديوم ميديوم. دونك فوالا غنشوفو اوتلاين مثلا ثيك. فوالا دونك تو سامبلومون الاوتلاين احسن بكثير من لي بوردور، كنقدروا نتحكموا فيها باكثر. دونك لي كولور تو سامبلومون كنقدر نستعمل اش الاوتلاين الاوتلاين كولور. باغ اكزومبل نعطي هنا الاكوا. دونك الا لاحظتو غادي يكون اكوا تو سامبلومون. دونك نقدر نستعمل اوسي يعني الار جي بي انسي دو سويت. دونك تو سامبلومون الاوتلاين سون يعني تري اتيليزي. نقدر نستعمل يعني سيغنافور او بيان لا لابريفياسيون. تو سامبلومون نستعمل غير اوتلاين بوحدها ونابليكي عليها الويت و حتى لي كولور. مثلا هنا تيك وانا مثلا دوبل ولا دوتد، ومثلا كولور نعطي هنايا مثلا بلاك، مثلا هنا بلو. دونك تو سامبلومون فوالا لاحظتو هكذا قدرت يعني نابليكي على البوردور اللي بغيت انايا على هاد الباراغراف بي. دونك تو سامبلومون هكذا كنقدر نستعمل لي اوتلاين. دونك عندي واحد الحاجه اخرى سميتها لو ديكالاج دو كونتور. لو ديكالاج دو كونتور هو اش؟ هو الاوتلاين اوفست. مثلا باردون اوتلاين اوفست، دونك نقدر نستعمل 15 بيكسل. دونك فوالا يعني اذا لاحظتوا كونتور ولا فيه المارجين بزاف. دونك تو سامبلومون هكذا نقدر نكريي ان كونتور يعني بواحد يعني سهوله. نقدر نستعمل بوردر ونشوفوا الفرق اللي غادي يكون ملحوظ عندنا. مثلا هنا واحد بيكسل غادي يكون سوليد مثلا، والكولور مثلا نقولوا بلاك. دونك تو سامبلومون دونك البوردور سيباري على الاوتلاين.
الى لاحظتون تو سامبلومون سي سيباري على الاوتلاين. دونك نتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر فيديو باش نتكلموا اكثر على بزاف ديال لي بروبريتي سي اس اس.